اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومشاهدينا بدايتنا في مختاراتنا من احتفالات العالم الإسلامي بالمولد النبوي، بعيدا أكيد عن يعني النقاشات والجدال خلينا نحكي اللي ممكن توصل لحد لا يمكن وصفه على منصات التواصل الاجتماعي وفي جلساتنا حول يعني حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن هذه ذكرى نحتفي بها ولا نعتبر الاحتفال بها جزء من الدين. لذلك البدعة هي أن تعتبر هذا الأمر من الدين وأنه أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن أو في السنة، لكن الاحتفاء هو من باب إحياء ذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نعبر عن فرحنا بمولده بالاحتفاء وبذكره وبإحياء سنته في بيوتنا وسيرته فبمن نحتفي؟ وبالتأكيد الأطفال بحبوا إنهم يعني تشعروهم بالفرحة وبأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم أن ولد الرسول عليه الصلاة والسلام. أكيد مشاهدينا، كيف يحتفل العالم الإسلامي بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ذكرى المولد النبوي يحبها المسلمون حول العالم ويحيونها بطرق وإن اختلفت تتشابه الروح فيها وتشترك في جو السكينة والسلام، وينتشر طبعا أكيد أو تنتشر أصوات الاحتفالات، ممكن بالنشيد، ممكن بالمدائح، ممكن بالصلاة على رسول الله، بمجالس الذكر. لكل شعب طقوسه في الاحتفالات بالمولد النبوي، وإن اختلف المسلمون في بلاد كثيرة حول كما قلنا حوار الاحتفال بهذه الذكرى أو جواز الاحتفال من عدمه، فإن مظاهر الاحتفال لا تختفي ويشهدها من يزور هذه الدول، وأكيد من لم يزورها تصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد من أكلات مميزة، يعني أكلات خاصة بذكرى المولد النبوي، تكون في الغالب صنوف من الحلويات، والتونسيين مثلا بيعملوا العصيدة ومن حبات الصنوبر المطحون وبتزينوها بطبقة من الكريمة والفواكه، هذا طبق تونسي. أما الجزائريين ففي بعض المناطق بيحتفلوا بإعداد طبق بيسموه الضمينة أو الضمينة، وهي حلوى تقليدية تصنع من السميد والعسل والزبدة. بتمنى أني أكون بحكي الأسماء صح، لأنه صراحة ما بعرف يعني شو الاسم بالضبط لفظه. أيضا مشاهدينا العراقيين كمان بيعملوا طبق بسموه الزردة من الرز والسكر وماء الورد والهيل، وبزينوه بالقرفة. كذلك في مصر تنتشر حلاوة المولد بأنواعها المختلفة، لكن أشهرها في هالمناسبة عرائس المولد وحصان المولد، وتصنع من السكر. كذلك مشاهدينا، يعني المسلمين بيعدوا أكلات غير الحلويات احتفالا بالمولد النبوي، مثل الأندونيسيين اللي بيطبخوا فيها طبق تقليدي بيدخل فيه الكاري وبكميات كبيرة وبيوزعوه على الفقراء وعلى المعارف والأقارب والأصدقاء. وأيضا مشاهدينا المدائح ويعني الأناشيد، وكما قلنا يتم تنظيم حفلات وحلقات للذكر والمديح، يعدد فيها عشاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصاله ويطلبون شفاعته ويعبرون أكيد عن حر شوقهم لرؤياه عليه الصلاة والسلام، وبيجتمعوا في هالحلقات أكيد في أكثر من دولة حول العالم. أيضا مشاهدينا في الضفة الغربية، في فلسطين، في أكيد القدس، في غزة، في كل أنحاء فلسطين، فلسطين الداخل، لهم أيضا احتفالاتهم وموالدهم ومجالسهم، وفي بيوتهم يحيون هذه الذكرى. وأكيد الحلويات توزع على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب. يعني في بعض الطقوس مثل إشعال الشموع و بيرددوا الأذكار والمدائح في أكثر من دولة كما قلنا. يعني في الباكستان أيضا
في كراتشي لهم طقوسهم الخاصة في إحياء هذه الذكرى، لكن ما يجمع بينها أيضا في إسطنبول في تركيا، في أيضا الأردن هنا لنا أكيد جلسات واحتفالات وطقوس نحيي من خلالها محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوسنا ونفوس أفراد أسرنا. أيضا تنتعش بعض الأسواق في المولد النبوي، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة في حياته وبعد مماته، إذا يعني بشراء الحلوى وشراء الزينة وكل ذلك بتنتعش الأسواق. يعني هذا مشاهدينا مرينا سريعا على الاحتفالات بالمولد النبوي وطقوس الدول العربية والإسلامية في هذه المناسبة. ذكرى الاحتفال، أو يعني خلينا نحكي تاريخ الاحتفال وشو أصل الاحتفال، ممكن أنه ترجعوا للكتب وتقرأوا حول تاريخ الاحتفال بذكرى المولد النبوي. أكيد لم تكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أيام صحابته ولا أيام التابعين، لكنها بدأت متأخرة. وكما قلنا للناس اللي ممكن الآن تحكي لا الاحتفال حرام وما بيصير، بنرجع وبنذكر إحنا لا نعتبر ذلك من الدين ولا من أصول الدين ولا ممن أمر به عليه الصلاة والسلام، ولكنها فقط إحياء لذكرى الرسول وذكرى ميلاده وسنته وسيرته. أكيد هاي مناسبة نستثمرها في هذا المجال. بدنا نروح مشاهدينا للسودان، ويعني السودان أكيد لا يخفى عليكم تمر بظرف للأسف يعني حزين من حرب وصراع وأصوات المدافع والطائرات، لكن هذا لا ينسي السودانيين ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام مولده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهم يتشبثون بزفة المولد وهي من التقاليد المتجذرة في السودان، وبتصحبها موسيقى القوات المسلحة وطبول الطرق الصوفية عندهم. أيضا يعني كما قلنا منذ منتصف إبريل الماضي الجيش وقوات الدعم السريع بخوضوا حرب، لكن الشعب السوداني بيستثمر أي فرصة من الهدوء حتى إنهم يحيوا هالذكرى، ذكرى الميلاد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بما يسمى بزفة المولد، والمحافظة على هذه العادة السنوية بإنهم بينصبوا خيام وبيرفعوا رايات ملونة في ساحات وميادين داخل المدن البعيدة عن القتال الدائر في السودان. يعني مشاهدينا كما قلنا هي عادة أو تقاليد سودانية متجذرة تبرهن على محبة شعوبنا العربية والإسلامية للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع كون هذه الطقوس يمكن يكون فيها مبالغة، يمكن البعض يعتبرها جزء من الدين يتقرب فيه إلى الله، لكن بالتأكيد كلنا يعلم تمام العلم إنه الذكر والصلاة على رسول الله وإحياء السنة ويعني ذكر سيرة الحبيب المصطفى في بيوتنا، كما يعني ممكن إنه من خلال اتباع بعض السلوكيات اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها مع جيراننا وأحبابنا وأهلنا وصلة الأرحام، وكل ذلك في هذا اليوم بشكل خاص هو قربة إلى الله عز وجل من خلال إنه يعني نخلص النية إلى الله ونتوجه بهذه الأعمال خالصة لله تعالى. إذا مشاهدينا بدنا نروح ل طبعا إحنا بدنا نذكركم في نهاية المختارات بمسابقة حتكون إن شاء الله ضمن يعني على صفحتنا المسابقة بسؤال، لكن قبل ما نروح على المسابقة، طيب نروح على المسابقة، المسابقة مشاهدينا اللي أكيد حيكون في عليها ثلاث جوائز، هي إنه شاركونا برسالة عبروا فيها عن مشاعركم اتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم محمد في ذكرى مولده. سيتم اختيار ثلاث رابحين اللي يعني حيكون أكيد تعليقاتهم وعبروا عن مشاعرهم بعبارات مؤثرة، سيتم اختيار ثلاث رابحين، هالرابحين حيفوزوا بحضور حفل الفنان حمود الخضر الذي سيقام على المدرج الروماني يوم 20/10
2023. أكيد السحب حيكون في حلقة بيتكم عامر ليوم الخميس، والصفحة هي صفحة بيتكم عامر، حيكون هالبوست موجود والآن هو موجود للي بيحب إنه يعلق ويشاركنا بتعليقه بمشاعره اتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تفوزوا بهالجوائز. طيب بدنا نروح مشاهدينا للمتداول، وعندنا اليوم يعني أكيد مجموعة من الاحتفالات في مدارسنا ومراكزنا المختلفة يعني الممتدة من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، كل المدارس تقريبا تحيي هذه الذكرى بمجموعة من الفقرات والفعاليات وتوزيع الحلوى، وهيك إنهم يعني يبعثوا السرور في نفوس الأطفال ويذكروهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته وكيف ضحى عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتشر هذا الدين ويصلنا. فبالتالي عندنا مجموعة من هالصور وهالفيديوهات حنشوفها ونشوف التعليقات، تعليقات من تداولوا هذه المشاهد أو عرضوها من خلال صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع مع بعض. على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على إذن مشاهدينا، هذه كانت صور لاحتفالات مركز التأهيل المجتمعي في الوحدات بذكرى المولد النبوي، ويعني أكيد المولد النبوي الشريف أعلنوا السرور موعد ذكرى مولد الرسول. صلوا على النبي محمد، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. إذن يوم الأربعاء 12 ربيع الأول لعام 1445 هجري الموافق 27 سبتمبر 2023، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا مشاهدينا، مدرسة الحسا الثانوية يعني كمان كان لها احتفالاتها، وإلهم صفحة على الفيسبوك عرضوا من خلالها هالاحتفالات والفعاليات اللي قاموا فيها. إذا نقرأ أول شيء شو كاتبين وبعدين نستعرض هالفعاليات. ذكرى مولد النبي في 27/9/2023، موعد المولد النبوي الشريف، فصلوا على من سكنت القلوب محبته واشتاقت العيون لرؤيته، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مشاركة لجنة الكشافة والمرشدات في هالاحتفالات في هالمدرسة، مدرسة الحسا الثانوية المختلطة. خلينا نتابع. طبعا مشاهدينا أكيد يعني بيتفننوا الإدارة والمعلمات والطالبات ليعملوا كل هاي التوزيعات والفعاليات حتى يحيوا هذه الذكرى في نفوس الطلاب. أيضا مدرسة وروضة وأكاديمية تيمار قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول لعام 1445، احتفال الصف الأول وإشراف معلمتهم فرح الشرع. خلينا نتابع. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام.
أيضا مشاهدينا أكيد هالمشاهد الجميلة، كل يمكن العائلات اللي عندهم أطفال بالمراحل الأساسية روحوا أبنائهم لابسين التيجان اللي عليها أحب رسول الله، ولابسين أشياء هيك جميلة تشعرهم وتذكرهم بهذا اليوم. فأكيد أنا كنت شخصيا أسعد كتير لما يجوا أولادي لابسين هيك ومبسوطين ومعهم توزيعات وفرحانين في هذه المناسبة. مدرسة مشاهدينا فاطمة بنت اليمان الأساسية في الطفيلة أيضا احتفت بذكرى المولد النبوي، وقالوا في من خلال بوستهم على الفيسبوك: صلوا على من سكنت محبته القلوب واشتاقت العيون لرؤيته. أكيد يعني تقريبا البوست نفس اللي قرأناه للمدرسة السابقة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خلينا نتابع مشاهدينا أكيد احتفال الهيئة التدريسية والطلبة في هذه المدرسة من خلال هالمشاهد. من ثانيات الوداع وجب الشكر علي، رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. أكيد رجعونا ذكرياتنا لما كنا بالمدارس، ويعني أكيد نتشرف بأن كنا جزء من هذه الاحتفالات. يعني مشاهدينا تقريبا هيك بنكون أنهينا فقرتنا الأولى بأن شاركنا جزء من مدارسنا باحتفالاتهم وعرضناها من خلال شاشتنا. أكيد بنوجه الشكر لكل الهيئات التدريسية والإدارية في هالمدارس اللي بتكون حريصة على إنها تذكر بهذه المناسبة. بدنا نروح مشاهدينا للشيف رولا موفق وطبق حلويات القراقيش بالقرفة، وأكيد بعده مباشرة حنكون مع حوارنا مع ضيفتنا الدكتورة ميساء روابدة. وهل حقاً نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ متابعة طيبة.